طبعا احنا بنرجع ناكد انه احنا هذا الشرح هو الشرح العام، احنا رح ندخل نرجع مره ثانيه نشرح الشرح العلمي والتفصيلي اللي بيصير معنا خلال هذه الدار. طبعا عندنا احنا المبخر، هاي عندنا الوحده الداخليه للمكثف السبلت او لمكيف السبلت دكت او لاي مكيف مهما كان نوعه، في له يعني كوندنسر وفي له ايفابوريتر او مبخر. احنا بدنا نشرح على الوحده الداخليه لمكيف السبلت كمثال، لانه كل الناس بتعرف انه في وحده خارجيه او دور، وفي عندي اندور وحده داخليه موجوده عندي داخل الغرفه. طبعا احنا هون اجينا طبعا مثل ما شرحنا الكابيلاري، طلع لي هون عندي ضغط منخفض ودرجه حراره منخفضه عباره عن سائل زائد رذاذ السائل، تمام. حاليا هاي الماده راح تدخل هون بضغط منخفض ودرجه حراره منخفضه، هذا السائل راح يدخل عندي هون في هذا الجزء، وهو طبعا هذا الجزء الاساسي اللي هون عندي يقوم بعمليه سحب الحراره من الغرفه. طبعا انا هون عندي هذا الجزء مركب داخل الغرفة أو المكان المبرد، طبعا يتألف من موتور فان مروحة داخلية موتور صغير، وفي بلور طبعا عندي هون عبارة عن مروحة طولية بتكون موجودة داخل هذا المبخر، وأيضا في عندي نفس البايبات اللي احنا قلنا هون في بايبات طبعا بتلف بقطر واحد داخل هذا المكثف، نفس الشيء انا في عندي بايبات بتلف داخل هذا المبخر حتى يصير في عندي تبادل للحراره ما بين حراره الغرفه وما بين حراره هذا السائل او الفريون. طبعا هاي بالنسبه للوحده الداخليه.